قبل ما حضرتك تشوف الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان نوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. مشاهدة طيبة. كأننا بنقول أنا عارف إن في يعني عداوة موجودة مع بعض الأندية بسبب بعض الانتقالات وبتاع، كل ده كلام واضح وكلام إحنا عارفينه، لكن الإدارة والناس اللي شغالة لبت طلبات المدرب واللي المدرب عايزه صح؟ والراجل المدرب على فكره اللي ماسك بيراميدز ده راجل مدرب كبير مش مدرب صغير، مدرب يعني كسبان اكتر من بطوله مع كذا نادي، وراجل مدرب اسم كبير. وانا بقول لكم بصراحه فرقه بيراميدز دي يعني ممكن تلخبط اي مدرب، لان فيها لعيبه كتيره جدا وفيها لعيبه في مراكز مختلفه، ممكن اي مدرب بيمسكها ممكن محتاج وقت ان هو يشتغل. ولكن الانتقادات الفنيه موجوده، لكن ليه في ناس، وده بالنسبه لي غريب جدا، النادي الوحيد في مصر اللي هتلاقي الاعلام بيردد ان في تغييرات اداريه هتحصل هو نادي بيراميدز، كان الناس مستنياها. ايه ذنب النهارده راجل رئيس النادي او الراجل سبورت دايركتور فوتبول دايركتور، هو راجل النهارده جاب لعيبه وسايب جاب مدرب وسايب المدرب يشتغل. الراجل رمضان صبحي ده ما هو راجل في الاخر مصري، ليه بتتم هو في وجهة نظر بعض الناس غلط، وناس تانية بتقولك اختار الفلوس، وناس تانية بتقولك كذا، لكن احنا ليه في تعمد ان احنا نقتله، ان احنا نذبحه؟ خلاص الراجل خد قرار وهو يتحمل عقبات القرار، نسيبه يشتغل وهو بيشغل كويس، بيستنوا الناس بتستنى بس اي ماتش يبقى فيه تعادل ولا فيه بتاع والناس تروح غزة فيه، كل الناس غزة فيه. انا عارف ان انت ممكن ناس كتير زعلانين منه، لكن ما بحاولش الاقي اعذار لاي حد، لكن ده ولد مصري عنده 23 سنه في منتخبنا الاولمبي ولاعيب دولي، ليه نذبحه؟ يعني بالراحه انت شايف ان هو غلط، غلط خلاص غلط سيبه، مش كل فرصه اشتغل عليه والناس تشتغل عليه. انا بصراحه يعني صعبان عليا، والله ما ليها علاقه لا اهلاوي ولا زملكاوي ولا حاجه، لكن انا صعبان عليا ولد زي رمضان ده بيجتهد ويحاول يشتغل. انا اقول لكم اكتر حاجه رمضان فيها غلطان فيها، رمضان غلطان فيها اكتر كمان من ان هو يعني هو خد هو عمل اختيار ماليش دعوه، لكن اكتر حاجه هو غلطان فيها واداره بيراميدز غلطانه فيها هو المؤتمر الصحفي المستفز اللي عملوه رمضان صبحي، وان هو عمل كده وبتاع. ما كانش انا في رايي ان دي دورت المكان عليه بطريقه، لان هي ما ينفعش ان انت تعمل كده، ما ينفعش تبقى الناس كلها سخنين عليك والموج عالي. دايما اتعلمنا في الحياه لما الموج يبقى عالي اوطي لغايه ما اعدي الموج، مش عيب، انما وانا الموج عالي واعمل كده انا بقول اكتر حاجه رمضان واداره بيراميدز غلطانين فيها الطريقه المستفزه اللي تم بيها تقديم رمضان، دي حاجه. لكن غير كده يا جماعه سيبوا الراجل يشتغل، ده ولد مصري، ولد عنده 23 سنه، انت شايف ان هو غلطان؟ غلطان، سيبه يشتغل. وسيبوا الناس الفوتبول دايركتور والراجل اللي موجود ورئيس النادي والناس الاداريين اللي شغالين هم يشتغلوا. ليه الناس بتنادي بتغييرات المكان الوحيد اللي هتلاقي ناس، يعني كل الانديه هتلاقي ناس بتقول لك المدرب لازم يمشي، المدرب لازم يمشي، المدرب لازم يمشي. لا، بيراميدز الاداره لازم تمشي. طبعا واضح ان هو ده تصفيه حسابات، واضح ان ده انتوا عملتوا كذا فاحنا هنعمل كذا، او انا راجل بحاول ان انا اقرب من فلان. زق تاني، الموضوع بتاع بيراميدز بالنسبه لي اكبر بكتير من بيراميدز، مع احترامي لبيراميدز، الموضوع بالنسبه لي انا ببص له بالصوره الكبيره. دول ناس مستثمرين عرب، ناس محترمه جدا، جم وخدوا قرار ان هم يستثمروا في الدوري المصري، في الكره المصريه. احنا النهارده لازم نوفر لهم البيئه، هم غلطانين في بعض الحاجات، انا مش بقول ان هم ملايكه، لكن لازم نوفر لهم البيئه المناسبه والمناخ المناسب عشان نشجع المستثمرين الاجانب ان هم ينزلوا يستثمروا في الكره المصريه وفي الدوري المصري. وعلى فكره ده توجه الدوله وده توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد الرئيس، ان هو بي 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 بيفتح الباب والدوله بتفتح الباب للمستثمرين الاجانب ان هم ينزلوا يضخوا اموال في المجالات المختلفه في مصر، كل المجالات، الصناعه، التجاره، السياحه، كل القطاعات. فالكرة والرياضة قطاع مهم جدا، ممكن يدخلك فلوس.
انت عندك دوري تاريخي عريق تقدر ان انت تشتغل بيه. الزمالك والاتحاد بكره في ماتش مهم جدا للفريقين. انتوا عارفين الاتحاد عنده ماتش زي ما قلت لكم ممكن تحصل، ممكن الراجل المدرب مع ضغط الماتشات في الدوري الالماني مع السفر ياخد قرار ان هو يريح 4-5 لعيبه ممكن، ويكونش يعني ما يكونش مقدر الاهلي بشكل كويس رغم تصريحات رومينيجا برضو النهارده. والالمان احنا عارفينهم ان هم بيحترموا الجميع، وان احنا لازم ما يعني ما ينفعش نبقى متعجرفين، لازم ان احنا نحترم المنافس. ف لازم لعيبه الاهلي تحلم ان هي تقدر ان هي تتخطى بايرن ميونخ، وليه لا؟ ممكن يعني الناس اللي بتتفرج عليها ممكن يقول لك مجنون، انت مجنون، ليه لا؟ في الكوره احنا شفنا كل حاجه، شفنا كل حاجه. تاني صحيح ان الالمان عقليتهم ما بيستهونوش بحد، وبياخدوا كل حاجه على محمل الجد، وبيشتغلوا جامد، يعني بيشتغلوا بشكل سيريس في كل المباريات وفي كل تدريبه بيشتغلوها. لكن ليه لا؟ الاهلي يعتبر في افضل مستوى ليه، لسه كسبان فريق الدحيل ولسه وشغال مع المدرب بشكل كويس جدا. بالعكس الضغوط كلها موجوده على لعيبه بايرن ميونخ، مفيش اي ضغوط على الاهلي. لو سالت، لو دخلت شفت في شركات المراهنات مثلا او مواقع المراهنات مثلا الاودز او المين فيفرت، ممكن تلاقي ان البايرن ميونخ 6 تو 1، يعني نسبه ان هو يكسب بالنسبه للتوقعات في المراهنات مثلا 6 ل 1 او 7 ل 1، بتهيألي هتبقى كده يعني ممكن. ف مفيش اي ضغوط على لعيبه الاهلي يلعبوا، يلعبوا من غير الضغوط، يحاولوا يستمتعوا بكل دقيقه وهم بيلعبوا امام افضل 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 فريق في العالم يعتبر دلوقتي، وكل حاجه ممكنه في الكوره. يمكن ظروف الماتش تروح ناحيه الاهلي، يحرز هدف، الناس الثانيه يحصل لها مشاكل، كل حاجه ممكنه. لازم طول ما انت بتلعب كوره وطول ما انت انفولفد او ان انت مشترك في اللعبه دي، حتى لو انت واحد من الجمهور، لازم تفضل تحلم. لو 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 ما بقتش بتحلم يبقى احسن ما تلعبش اللعبه دي. كل حاجه حلاوه الكوره ان هي كل حاجه فيها ممكنه. لذلك بصراحه الاهلي ظهر في المباراه الاولى في مباراه الدحيل بمستوى مشرف، فرقه كوره كويسه. عجبني برضو رغم ان هو يعني ما حرصش اهداف، الا انا شايف ان هو في ريحه مهاجم مميز، بواليا بيشترك في كل كره مشتركه، بيقاتل على كل كره. الكره على فكره اللي بدايه الجول بتاعت حسين الشحات هو الكره، كل دي حاجات بالنسبه لي او بالنسبه لنا احنا الناس، انا بتفرج على بانجلز مختلفه شويه، بشوف اللعيب ده يجي منه ولا لا. انا حاسس ان بواليا ده رغم ان هو لسه ما حرصش اهداف مع الاهلي الا انه مهاجم يجي منه. بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الاهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.